بعيداً عن العالم الافتراضي، حضرت الألعاب الشعبية في مهرجان الجنادرية بمسميات مختلفة ضمن فرق ومجموعات منوعة بأزياء شعبية قديمة ومشاركة ومتابعة من الجمهور. يشوفون أشياء أثرية، أشياء قديمة ولا قد شافوها في حياتهم، كلها كمبيوتر كلها جالس، بس الألعاب هذه لا رياضية، بدل ما هي جالس وقاعد يلعب بالبلايستيشن ويلعب بأشياء الكمبيوتر وهذه هو جالس، لا هذه رياضية بدل ما هي وهو جالس دائما حركة حركة حركة. وشاركت مجاميع الأطفال في الألعاب الشعبية التي شملت ألعاب الدنينة وجاكم صبيح ونطة حويرش وغيرها من الألعاب التي وثقها الحضور وشارك بها. كيف نعلمهم كيف الألعاب الطيبين أول، يشوفونها كيف يعلمون صغارهم كيف يلعبون أول أبابهم وأجدادهم، علمهم كيف الألعاب الصح والأولين كيف يلعبونها، بناس أجداد لعبوا معنا لعبنا مع خلنا يتحديناهم يتحدونا، صارت فيها حلوة في الألعاب. أنا الديب باكلكم وأنا اليوم بحميكم، وعطونا المدلل خلي المدلل لمه أذبحه وشرب دمه، ولا نعطي كل جده وعطونا هالأصفر ما في أصفر وعطوني هالأشوار ما في أسود. الذيب والبحبحاني. وش اللي تحبينه في الألعاب هذه؟ الذيب هذه أحلى شيء، يعني أشياء ألعاب القديمة كذا مرة حلوة. تلعبون أنت مع صديقاتك في البيت في المدرسة؟ إيه في المدرسة أكثر شيء نلعبها ذيب، هي أحسن لعبة عندي مفضلة. طيب أنت تعرفين تعلمين البنات اللي في سنك اللعبة دي؟ إيه ألعب أنا وصديقاتي. طيب ما تحبين الأيباد تلعبين على اللعبة؟ إلا الأيباد أحبه، بس صراحة الألعاب القديمة أحلى. حضور الألعاب الشعبية في الجنادرية جزء من تاريخ عاشته الأجيال السابقة ومحاولات للحفاظ عليه من النسيان في زمن التقنية والألعاب الحديثة. بدر الشهري، العربية، الرياض.